يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره والصدر من نفحاته مستنشق أنفاسه الملأى شذا بعطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا النفس راضية ويملأها الهدى والروح آمنة ولا تخشى الردى والقلب يتلو الآية في وجدانه وكأنما نبضاته رجع الصدى هو جنة الدنيا فلا تزهد به وخذ الكتاب بقوة وامدد يداه وجنة الدنيا فلا تزهد به وخذ الكتاب بقوة وامدد يداه يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يا حافظ القرآن يوم القيامة بالنجاة من اللظى من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا يا من لزمت من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا يا حافظ القرآن يا حافظ يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره والصدر من نفحاته مستنشق أنفاسه الملأى شذا بعطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا
بشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. النفس راضية ويملأها الهدى، والروح آمنة ولا تخشى الردى، والقلب يتلو الآية في وجدانه، وكأنما نبضاته رجع الصدى. هو جنة الدنيا فلا تزهد به، وخذ الكتاب بقوة وامدد يداه. وجنة الدنيا فلا تزهد به، وخذ الكتاب بقوة وامدد يداه. يا من لزمت كتاب ربك حافظا، ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب